الابتكار والتغيير لمدة أكثر من 20 سنة. الشركة المصنعة المتخصصة الرائدة في مجال المنتجات الكهربائية، شركة فوشان فيبون الكهربائية الصناعية المحدودة. الشركة تأسست في عام 1998 بعد أكثر من 20 عاماً لتصبح شركة تصنيع شاملة ومؤثرة للمنتجات الكهربائية المتكاملة. وتقع الشركة في عاصمة الأجهزة الكهربائية المنزلية في الصين، منطقة جيانغي الصناعية في مدينة شوند بمقاطعة كواندونغ. الشركة تغطي مساحة تزيد على 30,000 متر مربع وتوظف أكثر من 500 موظف. هي شركة مصنعة محترفة للمنتجات الكهربائية التي تدمج بين البحوث والتطوير والإنتاج والمبيعات والخدمة. ومنذ إنشاء الشركة تعمل على استكشاف وتطوير المنتجات الكهربائية الراقية. تعتبر التكنولوجيا الرائدة وقدرات البحث والتطوير القوية معايير مهمة لقدرة تنافسية للشركة. ومنتجات الشركة الرئيسية هي المفاتيح والمقابس وصناديق التوزيع، مفتاح مستشعر الحركة وضوء مستشعر الحركة. وتمتلك الشركة فريق التصميم والبحوث والتطوير المحترف للمنتجات الكهربائية، وقد جمع عدداً من كبار الخبراء في هذه الصناعة. وبعد أكثر من 20 عاماً من الاستكشاف والابتكار، قد أتقنت قدرات البحوث والتطوير وتكنولوجيا الإنتاج والمعالجة في مجال المنتجات الكهربائية المتقدمة. ويكون لديها 16 براءة في مجال المنتجات الكهربائية، بما في ذلك 6 براءات اختراع و10 براءات تصميم. وعززت الشركة باستمرار استثماراتها في مجال البحوث والتطوير والمعدات، وتسعى جاهداً للحفاظ على مكانتها الرائدة في هذه الصناعة. منتجات عالية الجودة وموثوقة تكون مستمدة من الابتكار التكنولوجي والإدارة الصارمة لموظفي فيبون. وبالإضافة إلى مجموعة كاملة من معدات الإنتاج المتقدمة ومعدات الاختبار المتطورة، يكون الشركة لديها أيضاً فريق الإدارة وفريق الإنتاج ذو الخبرة لمدة سنوات عديدة، المتخصصين في الإنتاج المهني للمنتجات الكهربائية. والشركة تقوم بمراقبة صارمة لكل عملية، وتعمل على التفاصيل المثالية للمنتجات. وعلى مر السنين حصلت الشركة على العديد من الجوائز، وهي شركة مدعومة بشكل رئيسي محددة من قبل الحكومة الشعبية لحي شوند. والشركة حصلت على جائزة الحفاظ على الطاقة وحماية البيئة من معرض المنتجات الصينية بالعلامات التجارية المشهورة تايلاند لعام 2016، ولقب شركة التكنولوجيا الفائقة لعام 2017، وحصلت على شهادة FI وIEC وGCC وSASO وCE و3C وISO 9001 وغيرها من الشهادات. لقد وضع نظام الخدمة المثالي أساساً قوياً لشركة فيبون في منافسة شرسة في السوق. ومنتجات الشركة هي أساساً للتصدير، وبدأت إنشاء شبكة المبيعات والخدمة واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد. وعملاء فيبون يأتوا من مجالات مختلفة، وبالإضافة إلى السوق المحلية، الشركة تقوم بتصدير المنتجات إلى جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ونطاق المبيعات يمتد إلى جميع أنحاء العالم. ودعم العملاء والشراكة الطويلة الأمد على مر السنين هي أفضل تقدير لمنتجات وخدمات فيبون. نيابة عن فانوس الإنارة، أتقدم بالشكر الجزيل لمنسوبي مصنع فيبون لما يربطنا معهم من علاقة شراكة وثقة متبادلة. وقد تم اختيارنا لمنتج فيبون كوكيل بالمملكة العربية السعودية نظراً لجودة المنتج واهتمام المصنع بالتطوير المستمر والمرونة في التعامل، مما يجعلنا وإياهم أقوياء بالسوق وننافس الآخرين بالجودة والخدمة. سوف تسعى فيبون لتصبح علامة تجارية مشهورة في صناعة المنتجات الكهربائية من خلال الابتكار التكنولوجي وتحسين مستوى الإدارة، التركيز لمدة أكثر من 20 سنة وخلق 100 عام من المجد. نحن على استعداد للتطوير مع العملاء معاً وخلق مستقبل أفضل.